بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معادنا في الحلقة الليلة دي هيكون مع الإصحاح 22 من سفر الرؤيا. نقرأ مع بعض الإصحاح وبعدين نتأمل مع بعض في الآيات ونكتشف ما يحمل إلينا هذا السفر من حقائق وأسرار جميلة بتجهزنا للحياة الأبدية. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجر لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ نبوءة هذا الكتاب، وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي: انظر لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، أسجد لله. وقال لي: لا تختم على أقوال نبوءة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى للذين يصنعون وصاياه ليكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة، لأن خارجا الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير، والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا. أمين. تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. أمين. نبتدي ناخد النص بتاع هذا الإصحاح ونتأمل فيه ونفهم كل ما يدور في هذا النص. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. لما بنبتدي نقرأ في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الإصحاح الأولاني بنشوف جنة عدن وفيها شجرة حياة ونهر بيسقي هذه الجنة. دلوقتي احنا في ختام آخر أسفار الكتاب المقدس بنرجع تاني نلتقي مع نهر ومع شجرة حياة في أورشليم السمائية. فدايما ربنا بيرجعنا للبداية اللي احنا ابتدينا بيها في قصة وجودنا في هذه الحياة. النهر هنا بيشير للروح القدس، وكتير قوي السيد المسيح في نص الكتاب الإنجيل أشار للروح القدس بأن هو زي النهر، وزي ما النهر بيفيض حياة وخير على أصحابه
هكذا الروح القدس أيضا زي النهر بالضبط بيفيد حياة وعزاء وسلام وفرح ومحبة على كل من يحل عليه. الشجرة هنا هي أيضا تشير للسيد المسيح، وكون أن الشجرة موجودة على النهر فمعناها أن الحياة اللي المسيح ادهلنا بتجسده وبجسده وبدمه كانت بتوصل لنا عن طريق الروح القدس اللي المسيح أرسله من عند الآب إلينا. ماء الحياة اللي جه ذكره هنا هو روح الله أو حياة الله اللي ربنا بيعطيها للإنسان، خارجة ومتدفقة تملأ حياة الإنسان فرح وبر وعزاء وسلام حقيقي. ووصف ماء النهر هنا أنه صافيا، لأن أنهار العالم يعني مصادر بتاعت الملذات العالمية وأمجاد الدنيا معرضة دائما أنها تكون معكرة تشبه ماء البحر المالح، لكن الله بيقودنا إلى ينابيع مياه حية نرتوي منها فنمتلئ بالفرح الحقيقي ليس فيه أي حزن، ونمتلئ أيضا بالسلام الحقيقي ليس فيه قلق، ونمتلئ بالمحبة الحقيقية لكل الخليقة، وهذه المحبة هي السبب في الفرح والسلام اللي بيعطى للإنسان. المحبة اللي هنختبرها في السماء محبة ما شفناهاش هنا على الأرض، لأن احنا هنحب كل من في السماء وهنفرح بيهم مهما كانت لهم أمجاد ودرجات مختلفة وأكثر بكثير، ينطبق عليها قول الكتاب المقدس فرحا مع الفرحين، فنفرح بصورة كاملة وبصورة حقيقية ونعيش في محبة بلا حسد وبلا غيرة، محبة صافية حقيقية. هكذا سوف تتدفق فينا الحياة، حياة قوية حقيقية بلا موت، حياة أبدية. ووصف النهر أنه لامعا كبلور، البلور بيعكس الأنوار، ودي معناها أن الروح القدس هيعكس الأمجاد الإلهية عشان نتمتع بيها فتمتلئ النفس بالفرح وبالسلام. وسيد المسيح وصف الروح القدس أنه سيأخذ مما لي ويعطيكم، يعني هيعكس مجد الله وعلينا يعطينا أن نفرح بالمجد الحقيقي ونتعزى به. وده اللي بيعمله الروح القدس، وإن كل اللي بنحصل عليه هنا على الأرض هو مجرد عربون لما سوف نأخذه في الحياة الأبدية. فالبلور اللامع هنا إشارة للأمجاد الإلهية، تعبير بشري لما سيحل علينا من الأمجاد الإلهية. كل هذا الإصحاح على فكرة كله يعبر عن المجد الإلهي اللي هنبقى فيه في الحياة الأبدية. لكن يجب هنا الإشارة، لأن عشان نفهم أن كل سفر الرؤية لابد من تفسيره بطريقة رمزية، أن هنا لما بيوصف شجرة الحياة قال إن هي في وسط سوق المدينة، يعني في وسط الساحة الكبيرة اللي في مدخل المدينة، وبعدين رجع قال إنها على النهر من هنا ومن هناك، يعني كل دي رموز، يعني طب هي ترى موجودة على النهر ولا موجودة في السوق، هي كل دي معاني رمزية. والنهر وصف إنه خارج من عرش الله والخروف، المعنى هنا إن وصف إقنومي، وصف الله والخروف، الخروف هنا طبعا مقصود به شخص السيد المسيح اللي هو فدى العالم وذبح كخروف. فإنما المعنى الجميل في الآية دي إن هما الاثنين ليهم عرش واحد، فالله والخروف هما حاجة واحدة، وأشار إلى عرش الله بالمجد اللي هو عايش فيه، وأشار ابن الخروف إن هو شخص السيد المسيح اللي هو بيذكره بالصورة اللي ظهر لنا على الأرض. لكن الروح القدس لما أشار إليه أشار إن هو خارج من عرش الله، وده يتفق مع قول الكتاب المقدس لما المسيح اتكلم عن الروح الذي من عند الآب ينبثق، يعني هيخرج من الآب. الخروف المسيح وصف بأنه خروف لأنه أرسل روحه عشان يملأ الكنيسة،
والروح القدس منبثق من عند الآب عشان يملأ الناس المؤمنين المخلصين بكل استحقاقات دم الخروف. يعني لولا دم الخروف، دم المسيح اللي سفك، ما كناش نأخذ عطية الروح القدس. بسبب المسيح لما فدانا بدمه، الروح القدس حل علينا وأخذنا كل استحقاقات الفداء والخلاص اللي المسيح ادهلنا. هنا السوق بيشير للمعاملات بين الناس المخلصين، بين الناس وبعضها، ودي صورة جميلة عجيبة بيرسمها لينا اللي هتكون في السماء. فهناك في شجرة الحياة والمسيح موجود في السوق وعلى جانبي النهر، والمسيح متحد بالمؤمنين. وكون ان النهر في وسط الشجرة ده معناها ان الروح القدس منبثق من عند الآب، هو روح المحبة اللي بتفيض بمحبة على المحبوبين، على أولاد الله المحبوبين. وصرنا باتحادنا مع المحبوب يفيض علينا نحن أيضا، فإحنا جسد المسيح، والمسيح هو اللي أرسل لنا روحه عشان نمتلئ بيها. وإن معاملتنا بعضنا مع بعض هتتسم بالمحبة بسبب اتحادنا بالمسيح وانسكاب الروح القدس علينا. أيضا وصف الثمرة، بقى أنا بتكلم عن الثمر، إنها 12 ثمرة، ودايما الثمار للشبع، والسماء لن يكون فيها جوع ولا عطش بل شبع دائم. والروح هيروينا فنبقى في شبع وفرح دائم. واثنى عشر، رقم 12 ده أبناء الملكوت، فكأن الثمر مخصص لنا عشان نجد فيه كل احتياجاتنا ونجد فيه أيضا شبعنا. والحاجة الجميلة إن هذا الثمر دائم باستمرار موجود، مش هينتهي. فاتكلم عليه ان هو ان كل شهر يبقى فيه 12 ثمرة، علامة السخاء، نعمة تعطي بسخاء، وبعدين جديدة متجددة تفيض باستمرار، تعطي للإنسان ثمر باستمرار. وطبعا السماء لن يكون فيها أزمنة ولا أوقات ولا ليل ولا نهار ولا شهر ولا الأزمان دي كلها هنا في الدنيا، ولكن هذا المعنى يرمز لنا أن الثمر هيبقى متجدد وباستمرار يعطي شبع. وعشان كده أحد القديسين اختصر المنظر الجميل ده هو في قول جميل جدا، وقال أن الملكوت ده عبارة عن حالة فرح برؤية ربنا والتمتع به ومعرفته، وهتكون المعرفة جديدة ومتجددة وفيها شبع وفيها ملء للنفس، والأمجاد والأفراح واللذات ديت بلا نهاية، بل بالعكس تتسع أكثر وأكثر، يعني كل شهر حسب لغتنا البشرية يعني. وبعدين وصف أنه هناك ورق الشجرة لشفاء الأمم، الأمم يقصد بها الشعوب يعني اللي آمنوا بالمسيح فصاروا مخلصين ودخلوا المدينة السماوية. وشفاء الأمم يعني أن إحنا ربنا خلقنا على صورته، لكن الإنسان لما فقد الصورة الجميلة دي بسبب المعصية بسبب الخطية فقدنا الجمال اللي ربنا خلقنا فيه. فلما نتأمل مثلا في قصة موسى لما شاف ربنا إزاي وشه بقى يلمع بالنور، فنحس قد ايه احنا خسرنا لما سقطنا في الخطية وفي المعصية. فما بالكم بقى ادم وحواء قبل السقوط كان وجههم شكله ايه؟ كان وجههم ينير بوجه الله. فهنبقى في الملكوت في حالة شبع وفي حالة ملء وفي حالة فرح، وهو ده الشفاء الحقيقي. والصورة هنا فيها نوع من الاستعارة، لأن إن كانت بعض أشجار الطبيعة بتستخدم في العلاج وفي الشفاء، فإنه في المسيح هيصير لنا شبع ويصير لنا شفاء. وإن الروح القدس زي العصارة بالضبط اللي بناخدها من النهر، فبتعمل فينا وتعطينا شبع وشفاء ومجد. نكمل مع بعض الابتداء من العدد 3. ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه.
الإنسان عرف اللعنة بالخطية، لكن في أورشليم السماوية ما هتبقاش فيه بقى خطية، وبالتالي مش هيبقى فيه لعنة تاني. وبعدين وعرش الله والخروف يكون فيها، خلاص مش هيبقى فيه انفصال بين الله والإنسان، الانفصال كان بسبب الخطية. وبعدين عبيده يخدمونه، يعني هيسبحوه ويشكروه ويمجدوه ويقدموا ليه الكرامة والتسبيح والتهليل ويحققوا إرادته. انتهى بقى عصر العصيان والتمرد. في العدد الرابع: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. سينظرون وجهه، يعني هنشوف ربنا وجها لوجه، زي ما قال برضو معلمنا بولس الرسول، نحن دلوقتي مش شايفين بالظبط، لكن حينئذ نراه وجها لوجه. وده سر الفرح، في لذة عجيبة ان احنا نبقى شايفين ربنا وجها لوجه، ولا نفكر في الا في حد تاني. يعني اسمه على جباههم، الجبهة رمز للتفكير، جبهة الإنسان، معنى بيجي يفكر بيحط إيده على دماغه، يعني بيتأمل الشيء يعني، فالجبهة ترمز للتفكير. والاسم لما يبقى على الجبهة يعني الإنسان مشغول بالتفكير في ربنا، فما فيش بقى انشغال في الهموم وفي المسؤوليات والأكل والشرب إلى آخر هذه الهموم، لأن ربنا هيبقى محور تفكير الإنسان ومصدر سعادته الدائمة. أما الاسم اللي على الجباه ده رمز للملكية، رمز للملكية. العدد الخامس: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. وهم سيملكون إلى الأبد، دي معنى أن العبيد الله هيبقى ليهم مجد وكرامة ملوكية، حاجة بقى تليق بيهم يعني، ويبقى ليهم ميراث سمائي يملكون فيه، يبقى ليهم نصيب في العرش، والمسيح شمس البر هينير عليهم ويحيط حولهم بنور إلهي عظيم. وبعدين العدد 6 و7 يقول: ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليرى عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا، أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوءة هذا الكتاب. ربنا أرسل ملاكه عشان يوري يوحنا الأسرار دي، يكشف له الأسرار دي في الرؤية. والله في محبته كشف لنا هذه الأسرار عشان نستعد. لكن هنا بيقول له إيه؟ ما ينبغي أن يكون سريعا. الكلام ده من 2000 سنة، ولحد دلوقتي ما جاش، يعني بيقول سريعا، لأن طبعا ربنا عنده 1000 سنة كأنهم يوم، واليوم كأنهم 1000 سنة، زي ما يقول معلمنا بطرس في رسالته الثانية. لكن الملاك هنا عموما بيأكد صدق هذه الأقوال والإنذارات والأحداث من أجل أن احنا ناخد الأمور بجدية ونستعد. إيه بقى المطلوب في الموضوع؟ يقول: ها أنا آتي سريعا. المجيء الثاني برضو ما جاش لحد دلوقتي، يعني المسيح قال كده أنا آتي سريعا، بس لسه ما جاش لغاية دلوقتي. لكن أنا عايز أسأل نفسي سؤال، ويعني برضو تشتركوا معايا، أسأل نفسي سؤال: طب هو المجيء التاني ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نهاية الفرصة اللي بياخدها كل إنسان في حياته هنا على الأرض. فلحظة انتقال الإنسان من هذه الحياة هي بالنسبة له المجيء التاني، خدت بالكم؟ فهي فرصتي أنا بتنتهي بنهاية وجودي على الأرض، هي كده. فدي قد تأتي أسرع مما يتخيل الإنسان، وما يقدرش الإنسان يحسبها. عشان كده يقول: طوبى لمن يحفظ أقوال نبوءة هذا الكتاب. يعني إيه؟ يراقب الأحداث ويسهر ويكون مستعدا منتظر مجيء المسيح، ويحفظ الوصية ويعمل بها. وبعدين وصف ربنا وصف جميل، أنه الرب إله الأنبياء. ما هم الأنبياء دول اللي أوحي لهم من آلاف السنين أنهم يكتبوا نبوءات تحمل إنذارات للبشرية، وهم اللي تنبؤوا عن خلاصنا وعن مجيء المسيح وعن الفداء اللي أعده، ودي كلها حدثت بالفعل. وزي ما يكون هنا ربنا عايز يقول لنا أن زي ما تحققت هذه النبوءات في موضوع الخلاص وفي إنذاراتهم، أيضا هذه النبوءة وهذه الرؤية هيصدق كلامها وتصدق أقوالها. نكتفي بهذا القدر في الحلقة، وأشكركم كثير على المتابعة،
وإن شاء الله الجزء الباقي من الإصحاح نكمله في الحلقة القادمة بمشيئة الله. شكرا جزيلا، ربنا معكم.